استاذ هاني شكري مرشح فوق السن قائمه القائمه الموحده او قائمه كابتن حسين لبيب، بنرحب بيك على يلا كوره. اهلا وسهلا، ازيك حضرتك؟ يعني انتوا جايين في ظروف صعبه جدا، المشاكل كتير والتركه تقيله جدا، ايه يعني ابرز حاجه هتشتغلوا عليها اون سبوت على طول؟ اول حاجه احنا مش حاجه واحده اللي هنشتغل عليها، احنا هنشتغل على كذا ملف مع بعض. انت ما فيش وقت، المشكله انك انت عندك الملفات كلها فيها مشاكل، وبنشتغل كتيم على كل الملفات مع بعض وبنسبق الزمن. هي دي القصه كلها، يعني ما عندناش الرفاهيه ان احنا نشتغل ملف ورا ملف ورا ملف، مش هتقدرش تنفع. لازم نشتغل كل الملفات اللي فيها مشاكل مره واحده. ايه ابرز التحديات اللي بتواجهكم كقايمه شايفين انها تمثل مشاكل كبيره وازمات كبيره في نادي الزمالك في الوقت الحالي؟ الازمه الماليه الطاحنه اللي موجوده، مستحقات اللعيبه والاداريين والموظفين اللي موجوده في النادي، دي اكبر ازمه. الناس، في ناس ما قبضتش بقالها 9 شهور، و الحقيقه ده يعني في صعوبه انك انت تقابلي مشكله زي كده، انك توفري كل المستحقات الناس دي كلها، فمحتاجه اجراءات يعني عنيفه، والحقيقه برضو في نفس الوقت كوادر اداريه كويسه انها تقدر توفر لك الموارد دي. زي ما حضرتك بتقول المشاكل المالية تقيلة جدا في النادي، ايه يعني هيبقى ايه في مصدر موارد للنادي غير طبعا يعني احنا شفنا الفترة الأخيرة ان انتوا بتحاولوا سواء بتبرعات او يعني بتحاولوا تخففوا الضغط المالي ده، ايه الحاجة اللي هتبقى ثابتة وتدخل موارد للنادي ممكن تساعد في الأزمة دي؟ هو ده اللي احنا شغالين عليه بالظبط، ازاي ايجاد موارد مستدامة للنادي للدلوقتي وللمستقبل. 6 اكتوبر مصدر كبير جدا ومصدر مهم جدا، عشان كده احنا مهتمين بيه ومدينه المهندس هشام نصر كادر اداري ومهندس شاطر جدا، والحقيقه هو ذاكره كويس قوي واشتغل عليه بقاله فتره، وده اكبر يعني اكبر مصدر للدخل هيكون 6 اكتوبر. طبعا في مصادر سريعه دلوقتي بنشتغل عليها، خليني أقولك قدام شوية، إنما شغالين على كل حاجة بتجيب فلوس للنادي شغالين عليها من دلوقتي. مش بالضرورة إحنا ننجح كقايمة أو ربنا ما يوفقناش، فيش مشكلة، إحنا مستعدين ندي الملفات دي للناس اللي تنجح، يعني فيش مشكلة. حضرتك راجل متخصص في أمور الاقتصاد وأمور إعادة الهيكلة الخاصة بالشركات والمؤسسات الكبيرة، نادي الزمالك خلال السنين اللي فاتت لو بنتكلم على فكرة العقود والعقود بشكل عام، يعني بتكلم على عقود اللعيبة المصريين المحترفين، العقود النادي مع المؤسسات، عقود النادي مع أصحاب المحلات والبوتيكات اللي في سور النادي، هل ممكن تكون حضرتك بتشوف بتعمل إعادة هيكلة لكل العقود دي وبتبص تاني على العقود دي ممكن يكون يتم فيها تعديل أو تغيير؟ أفرق لك ده من الحاجات الملفات اللي انا واخدها، اللي هو الاصل الثاني اكبر اصل في نادي الزمالك هو سور نادي الزمالك، فانا كنت اشتغلت عليه في 2014 والحقيقه عندي فكره كويسه عن العقود الموجوده. طبعا في 10 سنين فرق، ففي تغيير كبير فيهم. بنراجع العقود دلوقتي، عندي بعض العقود ما عنديش كلها، ان شاء الله لو ربنا كتب لنا حظ ان احنا نخش مجلس الاداره هراجع كل العقود دي كلها ونشوف ازاي نعظم ايرادات فيها. ده بالنسبه لعقود المحلات او سور نادي الزمالك. بالنسبه لموضوع اللعيبه ده في ملف الاستاذ عمرو ادهم وملف شركه الكوره، انا داخل برضو في شركه الكوره، ده مهم قوي نتكلم على شركه الكوره. شركه الكوره احنا بنعمل موديل جديد اعتقد انه هيبقى نموذج لكل الانديه المصريه، الموديل اللي هنعمله في شركه الكوره ده، وفي امكانيات بعد كده انك انت تجيب مستثمرين دوليين واقليميين ومحليين، وفي امكانيه انك انت تلست شركه الكوره دي في البورصات، سواء بورصه هنا او بورصات اقليميه. فده موديل جديد يعني شغالين عليه، برضو معانا الاستاذ هاني بيرزي، مهندس هاني بيرزي، فيه الاستاذ عمرو ادهم، طبعا استاذنا استاذ محمد الاتريبي في حته شركه الكوره. ده غير ملف
فريق الكورة اللي هو ماسكه طبعا كابتن احمد سليمان وكابتن حسين السيد. بذكر شركة الكورة طبعا دي حاجة ما كانتش موجودة في نادي الزمالك، تبقى حاجة مستحدثة، وحضرتك قلت الموديل هيبقى كمان موديل مختلف. يعني هل شركة الكورة هتبقى بدورها تصرف على فريق الكورة؟ بصي الحقيقة للأسف كل الأندية في مصر او معظمها، عشان ما اقولش كلها، معظم الانديه في مصر شركه الفريق الاول بتاعهم ده بيخسر، ده في الزمالك والاهلي وكل الفرق اللي موجوده. ومن هنا بتيجي الازمه الماليه. ليه؟ لانه الايرادات بتاعه اي شركه كوره موجوده، نيم اي حد، من مانشستر يونايتد لليفربول لتشيلسي لكل الانديه اللي موجوده، هو ايرادات محدده، بس تلفزيوني، عندك الكوميرشال رايتس اللي هي الاعلانات اللي على التيشيرت والحاجات اللي بتبيعها باسم النادي، والحاجة التالتة اللي هي الجمهور. الايرادات دي الحقيقة هي دي المصدر الرئيسي للاندية. اللي بيحصل انه هنا في مصر الايراد بتاع شركة الكورة بتاعت الفرق الكورة دي اقل من المصروف عليه، فعشان كده بتلاقي دايما في الزمالك والاهلي 200 و300 مليون جنيه خسائر كل سنة، عشان كده بتتراكم بعد عدد من السنين تلاقي عليهم 2 مليار و3 مليار جنيه الـ الأندية دي كلها. وما فيش حد أحسن من حد، نفس القصة. يعني مثلا النادي المنافس هو الأفرع بتاعته واشتراكات الأفرع اللي بتصرف على الكرة. ده موديل الحقيقة، يعني لناش دعوة بحد، بس ده موديل ما ينفعش حتى اتكلم على شركة كورة وطرح في البورصة وحاجات زي كده وانا بعمل كده. فاحنا بنبص لها بطريقة تانية خالص. قطاع الناشئين كله في اعادة هيكلة وفي شراكات، وده برضو ملف الاستاذ عمرو ادهم، شراكات مع اندية في اوروبا، وكان اخدوا خطوات فيها في ايام اللجنة، هيكملوا هذه الخطوات الفترة اللي جاية، اعادة هيكلة، وازاي القطاع الناشئين يفرخ لنا لعيبة سواء للفريق الأول أو اللي بحهم لأندية أخرى، وبالتالي يجيب لك عائد.